مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. قرر المؤثر الكوميدي كمال اعتزال تمثيل الشخصيات النسائية التي اشتهر بها والتي لاقت نجاحا باهرا. تما راني شعلون نخمم اش كنحبس لي رير شندير شمنديرش، وشفتوني بلي حليتكم كونتا كمال فيت بارطاجيت فيه دي رير شابين قد في شعال، وانا مانيش ندير لي رير ومانيش ندير الحاجه اللي نبغيها نو بلو كشغل، ما الرشقه راحت لي في انستغرامك فاهمين، ما في لي ستوري وكاع. تما ملخص القول باللي مورايح لي ستوري غادي يقودو غير هما تبهدلت على لي ستوري، راه كاع خويا راني باغي ندير حاجه واحده اخرى، دونك غادي بروبوزي لكم حاجه واحده اخرى ان شاء الله جوست تكونوا معايا فيها.